السادة والسيدات الحضور الكريم، أولا أود أن أشكر الجميع على نجاح مهرجان ديال العلوم. كل الشركاء ديال جامعة محمد الأول من مؤسسات تعليمية وكذلك مدينة مهن والكفاءات على هذا المهرجان ديال العلوم اللي هو جد مهم واللي شاركوا فيه يعني عدة مؤسسات تعليمية من الجامعة ومن التربية الوطنية. وكذلك المهرجان بكل صراحة هو واحد لقاء ما بين الأطفال أو التلاميذ وما بين الشباب اللي هما طلبة بجامعة محمد الأول، وهذا اللقاء بيناتهم بكل صراحة وكل يعني لما رأيت الأروقة الموجودة بالمهرجان فعلا أن الشباب والتلاميذ مولوعين بالعلم، وخاصة الأروقة بأن كما تعلمون العلم ليس يعني هذا المهرجان ديال العلوم كانت في الأروقة عدة اختراعات عدة ابتكارات، وكذلك أنها كانت يعني أن هذه الأروقة كتخص جميع المجالات يعني في الذكاء الاصطناعي في الرقمنة، كذلك هناك بعض الأروقة ديال التلاميذ تبارك الله اللي خاصة بالفلاحة بالبيئة يعني بالجيولوجيا يعني عدة يعني الأروقة اللي كانت جد مهمة. وكان واحد كذلك للتلاميذ والطلبة أنهم حسينا أنهم متمكنين مما يعني أنهم كيقدموا هذا جد مهم. ونتمنى إن شاء الله هذا المهرجان أنه يكون كل سنة في الحضور. كان واحد الحضور اللي هو يعني كبير ديال الشباب وهذا جد مهم. إذا فنشكر الجميع ونشكر الساهرين على هذا المهرجان، ونتمنى إن شاء الله أن النسخة الجاية تكون نسخة أحسن إن شاء الله أحسن. شكرا. ومن منظمين هذا المهرجان مدينة مهن والكفاءات كنشكروا جزيل الشكر السيدة المديرة مديرة مدينة مهن والكفاءات على كل الدعم كل السند كل ما قدمته لنا، فتحت لنا الأبواب ديالها بكل أريحية بكل عفوية. اشتغلنا في هذه المؤسسة صعوبة في التواصل ولا في التفاعل مع مختلف الطاقم الإداري ولا الطاقم التربوي بالنسبة لمؤسسة مدينة مهن والكفاءات. كنشكرهم جزيل الشكر على كل الدعم اللي قدموا لنا. تفضلي معنا مدام جلاء، شكرا جزيلا على كل ما قدمتي لنا. شكرا. من الشهادة الأستاذ هشام إدرحو، هو أستاذ بمركز التكوين الجهوي التربية والتكوين، كنشكرو كذلك. شكرا. شريك ثالث هو مهم جدا والجامعة كذلك، شخص السيد عميد الكلية المتعددة تخصص بالناظور السيد علي أزدي موسى، اللي كنشكرو مجددا على المشاركة ديالو المساهمة ديالو من خلال مجموعة ديال الماسترات ومجموعة ديال النيفيليير اللي شاركوا معنا، منها ماستر أو ديبارتومون ديال مات وكذلك ديال مات أبليكي وديبارتومون ديال لانفورماتيك لا فيليير ديال لانفورماتيك اي انتيليجونس ارتيفيسيال. كنشكروهم على المشاركة ديالهم والمساهمة ديالهم اللي كانت متميزة. تعذر على السيد عميد الحضور معنا لأنه منشغل بسفر عمل. كيحضر معنا أستاذ من الكلية المتعددة تخصصات بالناظور السي حميدي محمد، يتفضل معنا باش يسلم الشهادة للسيد عميد. واحد المؤسسة جامعية، مؤسسة عليا، مدرسة عليا بمدينة الناظور اللي فتحت الأبواب ديالها هذه 4 سنوات على ما أظن، ياك السي محمد 4 سنوات تخرجوا منها الفوج الأول من الطلبة ديال المدرسة العليا للتكنولوجيا. كنشكروا جزيل الشكر للمجهودات الكبيرة جدا اللي كيقدمها السيد المدير مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا في دعم هؤلاء التلاميذ من خلال مجموعة ديال الفريق اللي كيضافوا سنويا لهذه المدرسة العليا للتكنولوجيا. كنشكروا على المجهودات الكبيرة جدا اللي كيبذلها، وكذلك كنشكروه على الحضور ديالو معنا والمشاركة ديالو معنا. تقريبا بشي 6 ديال الورشات كلها دمجت الذكاء الاصطناعي من خلال المشاريع ديال الفانديتي ديال الطلبة. كنشكرهم جزيل الشكر، وكنشكروا كذلك الطاقم الإداري والتربوي اللي اشتغلوا مع جميع السادة الأساتذة والإداريين اللي اشتغلوا مع الطلبة باش أنهم يخرجوا هاد الابتكارات ديالهم والاختراعات ديالهم.
كان 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 نادي سي محمد اتونتي مدير مدرسه العليا التكنولوجيا بالناظور يتقدم معنا. شكرا. شوية الفوق شوية الفوق مهمة جدا. جمعتنا بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، كنشكروا السيد المدير الإقليمي محمد بن علي على المساهمة ديالو والمشاركة ديالو، وكذلك كنشكروا من خلاله كل الطاقم الإداري اللي كيشتغل معاه من خلال الدعم ديالهم والتعبئة ديالهم لكل المؤسسات التعليمية باش يحضروا معنا. وداك الشيء شفتوه واقعا، لأن مجموعة المؤسسة حضرت معنا من مناطق بعيدة، جاو من إعزانان، جاو من ميشيكا، جاو من بني سيدان، جاو من مجموعة المناطق اللي بعيدة. كنشكرهم جزيل الشكر على الدعم ديالهم الكبير جدا. نظرا لعدم حضور السيد المدير الإقليمي معنا، غيتقدم السي عثمان الطالبي اللي هو رئيس مصلحة تقدير المؤسسات والتوجيه باش يسلم الجائزة. السي البركاني باش يجي معنا يسلم له الشهادة. شكرا ليك. أهلا دكتور لباس، بخير، شكرا جزيلا. شكرا كذلك واحد الشريك أساسي معنا، الله يخليكم، شريك اساسي دعمنا بشكل قوي جدا في الدوره الاولى من خلال وضع اشارتنا كل الطاقم اللي اشتغل معاه منتخبين وموظفين على مستوى جماعه الناظور. كنشكروا جزيل الشكر، قدمنا جميع المساعده خاصه في الدوره الثانيه وكذلك في الدوره الثالثه، دائما ابوابه مفتوحه باش انه يشارك معنا ويدعمنا ويعطي كذلك اشعاع كبير جدا لجماعه الناظور اساسا. كنشكروا جزيل الشكر السيد رئيس جماعه الناظور السيد سليمان السقواق، تفضل معنا مشكورا. مرحبا سي سليمان. كنشكروا جزيل الشكر كذلك السي رئيس الملتقى او هذا المهرجان، كنقدم له كذلك انه نتمنى انه يقدم معنا باش انه يسلم الشهاده كذلك السي سليمان الزبار رئيس جامعه ورئيس جامعه. رفع شويه الراس. هاكاك عافاك. الشكر السيد اخوان رئيس غرفه الصناعه التقليديه السي محمد قدوري، غرفه الصناعه التقليديه من جهه الشرق. كنشكرو جزيل الشكر، عنده شي سفر ما قدرش يحضر معنا، كنطلب من السي محمد معسريه يتقدم باش تسلم بدلا عنه هذه الشهاده. كنقدم تسلمها له انا السي مقدم. سي مقدم ديالكم لهذا المهرجان. اخوان عندنا يوم كامل يوم الخميس ان شاء الله تعالى من 9:30 حتى 6:30 مساء. كنطلب منكم انكم تحضروا معنا كذلك وتشرفونا، وكذلك انه اللي ما وصلوش الخبر توصلوا الخبر باش انه يحضر لهذه التجربه المتميزه. شكرا جزيلا للجميع، اتمنى انكم قد استمتعتم بهذه تعالي المهرجان الاول للجنوب. موعدنا في النسخه الرابعه، مرحبا بكم. Thank you.
مرحبا بك. مرحبا. سويا البيان بني. توتا ميسيون. كاتخيام ميسيون. مرحبا. ميرسي ابو. ميرسي ابو. ميرسي ابو. كلا يا مسلمين.